اضافوا ايضا لهذا الفريق الكبير. هذه محاوله من جانب نور الله الان يتقدم في هذه المحاوله الله تقدم الله الله نور الله يهدي الشباب الاهلي هدف التقدم هدف التقدم استلام وتقدم للامام مع غياب الرقابه تقدم واستمر ووصل الى منطقة الجزاء وسدد بسهولة بسهولة في مرمى خصيف يتقدم شباب الاهلي هكذا استقبل الكرة شوف 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 اخذها من وين اخذها من وين اخذها من وين والعطاس كان يتراجع وبالتالي هذا التراجع هذا التراجع اتاح الفرصة وفتح كل الطرق لمرمى شباب الاهلي لمرمى الجزيره لان يزور الشباك شباب الاهلي يتقدم الان بهدف ثاني في المباراه هدف ثاني نعم وانا كنت اقول بان فريق شباب الاهلي في الشوط الثاني شكله افضل خطورته افضل